تعالوا نروح لأفريقيا. في الآونة الأخيرة شهدت القارة الإفريقية أحداث ساخنة جدا. البداية كانت مع النيجر اللي فجأة بنسمع على اضطرابات هناك زي ما حضراتكم متابعين، وبتنتهي بحكم جديد للبلاد، وبعدها بفترة قصيرة بنلاقي نفس الحكاية بتتكرر وبتحصل في الجابون، ونفس القلق والاضطرابات اللي شهدتها البلاد. وطبعا في المقابل كان في عدد بقى من التصريحات خرجت حول القصة وأبعادها في الحالتين، سواء في النيجر أو في الجابون، وكان من الدول اللي كانت بتستفيد الحقيقة من الثروات الطبيعية، لأن احنا عارفين طبعا أن الجابون فيها ثروات طبيعية، مناجم للذهب، هي أيضا من الدول النفط اللي بتصدر النفط كمان وموجود فيها بشكل كبير، وبنلاقي أن اللي بتستفيد طبعا من ده دول زي فرنسا مثلا، وهي ده اللي دفع البعض كمان يسمي الأحداث الأخيرة بأنها يعني لعنة الثروات الطبيعية، أن الناس يبقى فيه طمع. إيه اللي حصل؟ إزاي ممكن يأثر ده كمان اللي حاصل في الجابون واللي موجود في النيجر والأحداث اللي حاصلة في الجابون؟ هل ممكن يأثر على الخريطة الدولية للموارد والثورات؟ وكمان موقف القارة الإفريقية، موقف مصر كدولة مهمة في قارة إفريقيا، خلينا نعرف ده من مزيد من التفاصيل وكمان المعلومات الخاصة ووضع ما يحدث على الخريطة الاقتصادية. هل ممكن يبقى فيه تغيرات؟ نعرف ده أكثر تفاصيلا من الدكتور رامي زهدي، خبير الشؤون الإفريقية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. يعني الحقيقة الأحداث بتحصل بشكل سريع جدا، وما حدث في الجابون وما حدث في النيجر، كلمنا عن هل السؤال النهاردة هل هناك تغير اقتصادي ممكن يبقى مطروح مع هذه التغيرات؟ الحقيقة بالتأكيد، لأن ما يحدث هو مخرجات لمدخلات عديدة أدت إلى ما تعانيه القارة الإفريقية الآن. هي شكل من أشكال بؤر الصراع والانشقاقات في القارة المزمنة، تتحول الآن إلى انقلابات وبشكل متوالي. هي ليست فقط النيجر، هي قبل النيجر وبعد النيجر تقريبا تجاوزت عدد الانقلابات في القارة الإفريقية في 70 سنة منذ الاستقلال أكثر من 210 انقلاب، نجح منهم 100 وفشل 100، وفي انقلابات لم تعلن على الإطلاق. كل انقلاب معناه تغيير في أنظمة الدولة، النظام الحاكم، النظام الاجتماعي، النظام الاقتصادي. أي انقلاب هيحدث هيكون هناك تغيير جذري واضح جدا في كل هذه الأنظمة، وهيتضح شكله المؤثر في الاقتصاد، خاصة أنها يعني قارة الثروات وهي متصلة مع العالم بعمليات تجارية واضحة أو استكشاف معدني أو ما شابه ذلك. أكيد. طيب دكتور رامي، هسأل حضرتك سؤال. يعني الجابون تحديدا هي عضو في منظمة الأوبك وموجودة، والنفط والغاز يعني من الثروات اللي موجودة فيها. الموقف هيبقى عامل إزاي؟ يعني إحنا لسه طالعين من أزمة أو موجودين في أزمة روسيا وأوكرانيا والغاز، فيعني الأوضاع عمالة من هنا لهناك أوضاع كتير وتغيرات اقتصادية كثيرة. يمكن كانت بتستعد افريقيا مع بدايه العام الحالي ان هي تخش يعني تدخل كمورد بديل للغاز بالنسبه لاوروبا، وبالتالي في النفط من الاساس. كمان النيجر والجابون يتفق بان النيجر بها ممرات او انابيب نقل للغاز الطبيعي لاوروبا، والجابون هي عضو في الاوبك، وبالتالي اي تاثير او اي مشاكل اقتصاديه وسياسيه في الدولتين سوف تؤثر بشكل رئيسي في انتاج واسعار البترول، خاصه وان الجابون على سبيل المثال هي احد 5 دول الكبرى في انتاج النفط في جنوب الصحراء الافريقيه. الدولتين غنيتين بمعالم اخرى الى جانب النفط والغاز، وبالتالي هناك يعني محتوى او تاثير اقتصادي واضح لكل الاحداث الحادثه في الدولتين. طيب بالنسبة لوضع مصر، يعني احنا كمان بنتكلم او موقف مصر، لانه طبعا يعني مصر هي بوابة العالم لافريقيا، وافريقيا اصلا كقارة عندها مشاكل كتير، يعني هي الاكثر تضررا كمان من الناحية المناخ زي ما شفنا في يعني كاب 27. فالوضع عامل ازاي؟ هي مصر محور الربط الاساسي ما بين افريقيا والعالم في مختلف القضايا اقتصاديا وسياسيا وجيوسياسيا، لكن مع استمرار الازمات في القاره الافريقيه ويعني ازدياد بؤر الصراع ومدى تاثيرها الانساني والاقتصادي على القاره،
مصر الحقيقة أحد الدول التي تعمل يعني باجتهاد شديد في محاولة إحلال الأمن والسلم في القارة الأفريقية، لأن مصر تؤمن بأن الأمن والسلم والاستقرار هم أساس التنمية وتوفير الحياة الكريمة ومبادئ الحياة الكريمة لمعظم شعوب القارة الأفريقية. مصر هتظل دائما داعمة لكل ما يؤدي إلى أمن وسلم واستقرار ونمو الدول الأفريقية، بينما لا تنحاز مصر لأي طرف، هي تنحاز فقط لإرادة الشعوب. لكن مصر هيكون عليها دور كبير من خلال عملها داخل المؤسسات الإقليمية، سواء الاتحاد الأفريقي أو المؤسسات الدولية، بالتواصل مع العالم وقوى العالم الفاعلة، أملا في يعني بذل مزيدا من الجهود لتقليل هذه بؤر، يعني بؤر الصراع المتزايدة في القارة الأفريقية. طيب دكتور، أخيرا بقى وضع فرنسا، لأنه فرنسا تستفيد كثيرا من هذه الموارد، وخاصة كمان أن الجابون فيها من المعادن الكثيرة، المغنيسيوم، الذهب، فالوضع هيبقى عامل إزاي؟ أفترض بأن فرنسا ما يشغلها الآن ليس الحاضر بل المستقبل. يعني فرنسا على مدار سنوات طويلة كانت جزء أصيل من القارة الأفريقية، وهذه هي منطقة نفوذ فرنسا الأقوى في القارة الأفريقية. وفرنسا دولة الاستعمار التقليدية القديمة، صاحبة النفوذ الأقوى، ولكن التراجع الشديد الذي تواجهه فرنسا الآن هو نتاج أنها عملت كثيرا ضد إرادة الشعوب، ربما دعمت الأنظمة ودعمت الشركات الاقتصادية والتعاملات المالية، بينما لم تعطي نفس الاهتمام للشعوب التي ترفض فرنسا في هذا التوقيت. فرنسا يتعين عليها في هذا التوقيت لكي تلحق الرغبة أو تلحق ما فات أن تقوم بتعديل جذري في استراتيجيات تجاه القارة الأفريقية، حتى يعني تضمن جزء من المستقبل، لأن ما هو قائم من اتفاقيات تجارية أو تعاملات هو مضمون في هذا التوقيت، لكن ما يحدث من رفض شعبي وإرادة شعبية ضد فرنسا في هذه المنطقة ملفت للنظر. أكيد نتمنى الأمن والسلام بإذن الله. نشكرك شكرا جزيلا دكتور رامي زهدي، خبير الشؤون الإفريقية.